اليوم نحيي الذكرى 80 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة علينا لأنها أولا هي اللي كان المنعطف باش المغرب الحمد لله استرجع الاستقلال ديالو، ثانيا لأنه كان هنالك مشروع مجتمعي دفعوا عليه الرواد الوطنية آنذاك لتهدف إلى أولا بناء الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية، لتهدف إلى تحرير المواطنات والمواطنين من قبضة الاستعمار، لتهدف إلى تحرير وضمان حرية التعبير بالنسبة للمواطنات والمواطنين وبناء المواطنة الحقة، لتهدف إلى تحرير النساء كذلك وتحرير ما هو مرتبط كذلك المواطنات والمواطنين من الجهل من الفقر وكذلك من الإشكاليات المطروحة آنذاك. واليوم يمكن القول 80 سنة بعد هذه الوثيقة بأن المغرب الحمد لله خطى خطوات جد مهمة في هذا الإطار، لا في مجال الوحدة الترابية وتنشوفوا النجاحات اللي تحققت والمكاسب اللي خدينا مؤخرا بالنسبة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، ما تحقق كذلك في مجال الاقتصادي بحكم ان بلادنا عرفت واحد التطور مهم، واليوم دخلنا في واحد جيل جديد من الاستثمارات الكبرى في هذا المجال، وخير دليل على ذلك وهو الاتفاقيه اللي تم توقيعها ما بين جهه الملك محمد السادس حفظه الله ورئيس دوله الامارات المتحده العربيه، وكذلك الاستثمارات الجديدة في مجال أمونياك الأخضر، في مجال البطريات، في مجال السيارات الكهربائية، وكذلك في مجال قطارات فائق السرعة. وهنالك بالطبع تطور اجتماعي مهم، وخير دليل وهو تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات المعوزة، وهذا الدعم فهو غيكون عنده واحد الوقت جد ايجابي لانه غيساهم في محاربه الفقر وجعل ان كل المغاربه يستفدوا من ثمار التنميه، وهذا تدخل في اطار الوثيقه التعادليه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي قدمها حزب الاستقلال سنه 1963. هلال مهنين، عضو اللجنه المركزيه لحزب الاستقلال. بالنسبه للذكرى ديال 11 يناير 1944 كتمثل الحزب الاستقلال واحد التاريخ مهم جدا. علاش؟ لان الروح ديال الوثيقه تبنات على جوج ديال المعطيات رئيسيين. ملي كنقراو الوثيقه كنلقاو انه فيها جوج المعطيات رئيسيين. المعطى الاول هو انه المطالبه باستقلال المغرب، والمعطى الثاني يتعلق ببناء منظومه ديمقراطيه تتقوم على مؤسسات دستورية بطبيعة الحال. وهذا المطلب كان رئيسي في البناء ديال المغرب الحديث، وبالتالي وثيقة المطالبة بالاستقلال هي ليس فقط لتحقيق الاستقلال ولكن أيضا لتحقيق التنمية، لتحقيق التطور، لتحقيق هذا أن المغرب يأخذ واحد المسارات متعددة باش ينتقل من مرحلة الدول ما يسمى بالدول النامية إلى الدول الصاعدة، وكنعتقد حنا غاديين الآن في هذا المسار.
اللي بالنسبه لحزب الاستقلال وثيقه 11 يناير 1944 اليوم اللي عندها 80 سنه وكنديروا التقييم ديال 80 سنه كنلقاو على ان المغرب قطع واحد المجموعه المراحل مهمه جدا. فالمرحله الاولى كانت مع المغفور له جلاله الملك محمد الخامس رحمه الله اللي قال احنا غادي نمشيو من الجهاد الاكبر الاصغر الى الجهاد الاكبر، واللي بدات فيها الترسيم ديال المؤسسات الديمقراطيه، بناء طريق الوحده، بناء اعاده بناء المجتمع. ثم مشينا الى مرحله ثانيه مع المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني اللي مشينا الى الانتقال الى بناء المغرب الحديث على مستوى واحد المجموعه ديال السياسات، مثلا سياسه السدود، سقي المليون هكتار، ترسيخ البناء الديمقراطي. وصلنا اليوم مع جلاله الملك محمد السادس اننا ندعموا هذه المسارات هذه بمسار ديال مغرب الحمايه الاجتماعيه، مغرب العداله الاجتماعيه، مغرب اللي كيتطور على مستوى ماشي فقط البنيات ديالو ولكن ايضا على مستوى تاهيل العنصر البشري. ولذلك حنا بالنسبه لنا كنعتبروا على ان وثيقه 11 يناير هي وثيقه واحد العقد بين حزب الاستقلال، بين مكونات الحركه الوطنيه وبين المؤسسه الملكيه، باش نبنيو واحد الوطن اللي كيتحرر فيه الارض ديالو وفي نفس الوقت كيحقق التقدم ديالو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.